بصفيرة البداية، انطلقت فعاليات بطولة كرة اليد لمنتخبات المحافظات المحررة بمشاركة منتخبات عدن ولحج وأبين وحضرموت الساحل والوادي. تستمر البطولة الأولى من نوعها منذ توقف الأنشطة الرياضية بسبب الحرب على الدولة حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري. هي الدورة الأولى التي تخصص بهذا الحجم وبهذه الكثافة وبهذا التنظيم وبهذه المشاركة للناشئين. تقام هذه البطولة ضمن منافسات الدورة الوطنية الأولى للألعاب الرياضية للناشئين أولمبياد عدن، في رسالة واضحة لأعداء الحياة والإنسانية مفادها أن الشباب والرياضيين طوقون للسلام ونبذل العنف والحرب. وهي رسالة للعالم ولكل أعداء الإنسانية أعداء الحياة أن الشباب والرياضيين وأننا في هذه البلاد نعشق الحياة وننبذل الحرب ونهدف إلى السلام، والرياضة هي رسالة سلام. نشاط هو الأول من نوعه تحتضنه مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج بعد سنوات من غياب دام أكثر من 100 عام، لتكون انطلاقتها من الصالة المغلقة هي باكورة الأنشطة الرياضية القادمة. الاهتمام بهذه الشريحة يرفض الساحة الرياضية ويعزز من تطوير مهارات النشء الذي يعول عليهم لعب دور بارز في تطوير وتحسين الرياضة داخل البلاد. نحن نشكر القايمين على هذه الدورة الأولمبية التي غابت منذ سنين، يعني نشكر على تفعيلها بالذات في الوقت الراهن هذا، لكن الحمد لله أن لحقنا من يدعم الناشئين في إقامة هذه البطولة في محافظة لحج، وإن شاء الله نحن نقول نقدم مستوى يليق بالتنظيم بالفعالية كأولمبياد. هذه البطولات خطوة حقيقية لبناء مستقبل رياضي أفضل وزيادة رقعة الانتشار للألعاب الرياضية وممارستها ورفع مستواها ورفض المنتخبات الوطنية في المحافل الدولية لتصبح الرياضة اليمنية قادرة على المنافسة الخارجية. مختار شعتل لقناة بلقيس محافظة لحج.